قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الكاتب والمفكر إبراهيم السكران لا يزال معتقلا لأكثر من عامين دون محاكمة ودون أن يرتكب أي جريمة، وهو ما وصفته بأنه اعتقال تعسفي. وقالت المنظمة في تقرير لها إن الأمن السعودي أعاد اعتقال السكران في أواخر يونيو 2020 لأسباب مجهولة، وذلك بعد نحو شهر من الإفراج عنه. وكان قد اعتقل للمرة الأولى في يونيو 2016 من منزله بالرياض، وحكم بالسجن لمدة 5 أعوام، وأفرج عنه بعد 4 أعوام قضاها في السجن. ولم تعلن السلطات السعودية عن أسباب اعتقالها للسكران، غير أن ناشطين عزوا ذلك إلى معارضته استمرار احتجاز العديد من المفكرين والأكاديميين والنشطاء والدعاة في المملكة. وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. نشرت تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، اتهمت فيه السلطات السعودية بأنها ما زالت تنتهك حقوق الإنسان وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي وحظر حرية الرأي والتعبير. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد محمد العمري، الناشط الحقوقي والسياسي السعودي. أرحب بك سيد محمد. ما هي مشكلة إبراهيم السكران حتى يعتقل أول مرة ويحكم عليه بالسجن، وعندما يفرج عنه يتم اعتقاله مرة أخرى؟ أهلا وسهلا بك. الشيخ إبراهيم الحقيقة له جهود يعني قديمة في يعني ومداخلات كثيرة في قضايا الشأن العام، ومن هذا الأمر يعني قبل 12 سنة تقريبا كان خرجت مظاهرة نسائية أو اعتقلت السلطات أيضا يعني بعض السيدات وأمهات وزوجات المعتقلين، فانبرى لهذا الأمر وسجل فيديو أو رسالة صوتية أو رسالة مرئية وصوتية للملك عبد الله مباشرة، فكان يتخاطب مع الملك عبد الله أنه هذا الأمر يعني خارج عن الدين وعن الأعراف. فالرجل الحقيقة يعني لا مؤثر في الرأي العام، فلذلك هذا من أسباب اعتقال الرجل. وكذلك يعني بعد وقبل 8 سنوات كذلك تواجه مع أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووجه له أيضا رسالة أو ربما تغريدة ولكن كانت قوية جدا. فالرجل الحقيقة له مشاركات في قضايا الرأي العام، بالذات فيما يخص قضايا الاعتقالات، فلذلك هو يعني مستهدف لهذا الأمر. حتى عندما أخرج يعني وبقي شهر يعني خارج السجن أعيد اعتقاله لنفس السبب، يعني أنه كان في شيء من التواصل مع بعض المظلومين وبعض الزيارات لبعض الأبناء للمعتقلين كالدكتور يوسف الأحمد، أيضا هو كان ناشط يعني قوي في هذا المجال. فلذلك الشيخ السكران من أسباب الشيخ إبراهيم من أسباب يعني اعتقاله أنه يعني معارض للسياسات الحكومة، يعني بالذات فيما يخص 20-30، لكن أيضا كان معارض سابق لقضايا الاعتقال. طيب، في المرة الأولى تم محاكمته وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، الآن كما تقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هو منذ 2 موقوف ولم تتم محاكمته. وبالمناسبة هناك العشرات غير من الدعاة والناشطين والمشايخ معتقلون وموقوفون دون محاكمة، لماذا لم يتم تقديمه للمحاكمة هذه المرة؟ هو عمليا الآن ما يرشح أو ما نسمع نحن من بعض النشطاء يعني في الداخل، يوجد قضية مراجعة للمعتقلين يعني بصفة عامة، فيوجد معتقلين لهم 20 لهم 30 سنة على قضايا امن دوله او تعبير او يعني قبض عليه في اماكن يعني نوعا ما مشبوهه او ما شابه، وهؤلاء يحتاجون الى اعاده محاكمات، وهؤلاء ايضا فقدت ملفاتهم وكثير منهم ايضا اعتقل لاسباب يعني كيديه. الان محمد بن سلمان لا يثق بجهاز الامن السابق او القضاه السابقين، لذلك الرجل على وجود الاحكام 20 او 10 سنوات اعاد محاكمه أغلب من هم في السجن بحجة أنه الأبرياء سنخرجهم، لكن عمليا
هو يجدد يمدد الأحكام القضائية بحجة يعني عدم الكفاية وفساد النظام السابق وما شابه يعني، فهذه ذريعة طبعا. الأمر الثاني أيضا استخدم ملف الاعتقالات للموازنة مع اعتقالات الأمراء، الأمراء الذين اعتقلوا وجردوا من بعض الأموال المسروقة يرون أنهم يعني ظلم وهون وتم إهانتهم وتهميشهم ويعني إسقاط سمعتهم وهيبتهم أمام الشعب، فلذلك هو أيضا يتذرع بالتشدد في قضية الاعتقالات حتى يوازن بين الأمرين. فللأسف يعني المعتقلين ضحية يعني منافسة على السلطة يعني في الدولة في هذه الأشهر. نعم. طيب، معلومات تتسرب عن تدهور صحة العديد من هؤلاء المعتقلون، من هؤلاء المعتقلين من الدعاة والمشايخ والناشطين، وتعرضهم أيضا للتعذيب وسوء المعاملة. يعني لماذا يلجأ النظام السعودي إلى سوء المعاملة والتعذيب مع هؤلاء المعتقلين وهم على قدر كبير من المكانة في المجتمع السعودي، ولماذا يتركهم بهذه الحال من سوء من تدهور الحالة الصحية؟ ونحن نمر الآن في مرحلة انتقالية. يعني سابقا الفلسفة الأمنية كانت تعتمد على إغراء الدعاة أو المفكرين أو الناشطين بالمال أو بالمنصب أو بالوظائف وما شابه، ثم في مرحلة أخرى قضية يعني استدعاهم لجهاز المباحث للتوقيع على تعهدات، ثم بعد فترة أصبح يعني يعتقلون، إلى أن وصل بنا الحال طبعا في هذه الفترة بالذات أصبح في توحش في التعامل مع المواطنين. فلذلك تخيل أساتذة الجامعات يجلدون بدون تهمة ويعذبون وما شابه، لا نتكلم نحن عن شباب طائشين، أساتذة الجامعات وبعضهم يحمل يعني أستاذ كرسي وما شابه. فهذه إشكالية كبيرة لهذا النظام، ولذلك يعني والسبب طبعا يريد أن يشيع في المجتمع سياسة الرعب حتى يسيطر على الشعب. فلذلك هو أحيانا يعتقل حتى الموالين، يعتقل أحيانا حتى الموظفين السابقين والمقربين يعني للحكم الجديد. فلذلك نحن نمر يعني في فترة الحقيقة عصيبة على 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 المعتقلين، وفي غيبوبة الحقيقة للوعي الشعبي بخطورة يعني هذا الأمر، وفي الحقيقة في أشخاص دخلوا إلى السجن معافين سالمين والآن يعالجون، أو المحامين أو أهاليهم يطلبوا إخراجهم حتى يتمكنوا من العلاج أو للتمتع بقية حياتهم يعني في المستشفيات أو ما شابه بالقرب من أبنائهم. والسبب وصلت لهم أمراض كثيرة، هل سموا أو هل أكل أو يعطوا أدوية، أو يوجد يعني أمر الحقيقة غامض، لكن الكثير أصبح يعاني من أمراض كثيرة جراء يعني السجن. ومن أسباب هذه الأمراض العزلة أو السجن الانفرادي، يعني يوجد أشخاص كالشيخ العودة لا يشاهد أحد في الزنزانة عدا من قوة الباب يرمى له أحيان الطعام، فلذلك يعني 4 أو 5 سنوات دون أن يعني يشاهد أحد أو يتكلم مع أحد إلا بين فترة وفترة يعني طويلة. هذا يسبب الحقيقة ضغوطات يعني نفسية تؤدي طبعا إلى كثير من الأمراض، منها الاكتئاب وحتى الرغبة في الانتحار. ففي إشكالية الحقيقة في تعامل قاسي من قبل السلطة، وللأسف المنظمات الحقوقية الداخلية المعنية كجمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان الحكومية مهمتهم الوحيدة الحقيقة أن يمدحوا النظام ويزكوه بدل أن يدخلوا إلى هذه السجون ويتفقدوها. في إشكالية وفي حلقة الحقيقة يعني مفقودة في منظومة العمل الحقوقي أو الإنساني داخل البلد. شكرا لك سيد محمد العمري، الناشط الحقوقي والسياسي السعودي، كنت معي عبر سكايب من لندن.